التحيه لهذ المنابر اللي كتجي للتيران اللي كتسمع الصوت ديالنا. حنا كمحبين لجماهير المغرب الرياضي الفاسي وكنعشقوا هذا الكيان، كنعانيوا بزاف ديال المشاكل في المركب على هذا اللي ما كيحضرش الجمهور، كنشوفوا الجمهور فارغ اليوم، التيران خاوي اليوم بزاف، تنعانيوا من المشاكل ديال الترونسبور وقله الامن في الطريق، وبالنسبه لهنايا الجهات الخيريه كنتعرضوا لبزاف ديال التعدو ديال الكريساج، وتيتحسب على هادشي كامل كيتحسب على الجماهير المغرب الرياضي الفاسي، وهادشي كنعانيوا منه بزاف بالنسبه للترونسبور، وما تلقاوش لا فاش نهبطوا لا فاش نطلعوا، الدراري ديال بن سوده كيعاني وزواغه بن دباب، بالنسبه لهادشي خصنا نلقاو له حل في اقرب وقت، حيت الجمهور راه كيعاني في الصمت، وما كاينش شي اذن صاغيه في الملعب اللي كتسمعنا ولا كتعطينا حقوق ديالنا ولا تتعرف شنو باغينا، كيعرفوه خص الجمهور يجي، الجمهور راه كيعاني بزاف 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 من ناحية ديال الترونسبور، خصنا الترونسبور للملعب، ما كنلقاوهش ورجال الامن، ما كاينش الامن لا في جنبات الملعب لا خارج الملعب بصفة نهائية، كنتعرضوا للسرقات كنتعرضوا لبزاف ديال المضايقات من طرف رجال الامن، حتى هما كيزيدوا يكملوا باللي كاين. واش نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، هاد المدينه همشوها ما عرفتهمش فين باغيين يزيدوا بالتهميش ديالها، الله حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه كنطالبوا كنشكروا بعض الجماهير اللي حضرت هذا النهار، هذا واخا فرقه كتمر ازمه صعيبه لا من الناحيه ديال التسيير لا من الناحيه ديال الاداء ديال اللاعب اللي تراجع بشكل كبير. واحد حاجه واحده اخرى هو ان الجماهير كتكون اكثر من هاد الناحيه، هاد الماتش هذا كتكون اكثر بعدد مضاعف، ان السوء ديال النقل ما كاينش، وبعض الاحياء الشعبيه اللي كيكون فيها الجمهور اكثر ما كاينش النقل، وبالنسبه واحد اخرى ان الجماهير ما كتديبلاصاش لمدينه مدينه اخرى. ومساله رابعه اللي هو التسيير، التسيير ما كاينش كاع التسيير، وزيد عليها الضغط ديال الحكام من طرف رئيس الجامعه فوزي القجع، بزاف لان بزاف ديال الناس ضد هذه الفرقه هذه مابغاش تقدم، ما عرفناش حنا السبب علاش، واش حيت فاس باغيين يردموها ولو هذه الفرقه حتى هي تردم، رجعونا للدوزيامات اللي هو بحال مكناس بحال بزاف ديال الفرق اللي ما عرفناش بزاف السبب ديال